زي ما عودتكم برضو من ضمن الحاجات الجميلة اللي انا شفتها ولفتت نظري مفارش جميلة جدا زي ما انتوا شايفين. بصوا شوفوا الجمال بقى، شوفوا المفارش، شوفوا الورد بارز ازاي كده ما شاء الله. ده بكام ده؟ مفرش كامل؟ ده بتاع تسريحة؟ ده بتاع الانتري والصالون. ده بكام ده؟ بكام؟ ده ب 250 بس، تحفة جميل. شوفوا الورد بارز ازاي فيه الشكل ده. بصوا ده جرافات موبايل. انا هتعرف بيك الاول. اسمي فاطمة عبد الهادي، مدربة اشغال فنية، وبدي كمان كورسات للاشغال الفنية، وبعلم الشباب والاطفال الصغيرين عشان يعتمدوا على حالهم. كمان في نفس الوقت ان بديلهم كورسات عشان كله اتجه قوي للموبايلات، وانما دلوقتي انا بحاول ان اغير ده كله وان هم يشتغلوا كل حاجه هاند ميد. دي اهم حاجه، يعني اهم حاجه عندي اللي هو التدريب، ان انا ادرب الشباب. احنا لسه من فتره بسيطه كنت عامله من اسبوعين كده معرض للتربيه والتعليم لإعادة تدوير المخلفات، إن هم يفكروا ويشتغلوا حاجات زي ديت، يتعلموا التدريب. ودي حاجة جميلة جدا طبعا، كل واحدة أنواع الهاند ميد. الحمد لله من فضل الله، هو ربنا أعطيني ملكة، وبحب إن أنا أعلم أي حد صغير كبير، الحمد لله والشكر لله يعني. فيا ريت بقى حضرتك تقولي رقمك بحيث إن اللي يحب يتواصل مع حضرتك يعني يكلمك، سواء للتعليم او سواء للحاجات الجميله. وعلى فكره الشباب عندي يعني بيعمل معارض، يعني انا كنت بدي كورس في قصر الثقافه. لحضرتك صفحه على الفيس؟ ايوه انا عندي صفحه على الفيس اسمها ورده فاطمه. وكمان كان انا كنت في قصر الثقافه، خليت شباب كانوا اول مره بيتعلموا التفصيل، واول ما بداوا اول ما بدات معاهم خليتهم هم نفسهم هم اللي فاجئوني ان هم عملوا مصنع صغير، انك انت تخليه يعتمد على حاله، يقدر يقف، يعني الشباب يقدر يشتغل ويصنع، بدل ما يبقى شباب مستهلك لا يبقى منتج. وده حاجه جميله بقى، يشجعوا ونشجع الشباب يعني على العمل. بدل ما هم وفي نفس الوقت ما يقعدش بقى الشباب يشتغل فعلا. واي حد بقى في البيت بدل ما انت تبقى مستهلك على طول، لا خليك انت دايما متجدد، خليك انت دايما منتج. صح، وخليك يعني انتج وصنع بشكل كويس. ما هو لو الشباب هينتج حاجات جميله زي دي الناس تعرفك يعني. ما شاء الله. بصوا يا جماعه شوفوا الشكل، شوفوا الحاجات دي ايه بقى. ده اسمه ستان، تطريز بالستان. في ده جراب ولا ده ايه؟ تطريز. ده جراب موبايل وجراب نظاره. والكمامه دي بكام؟ ديت ب 35. ده جوانتي؟ ده جوانتي للاطفال. وفي كمان لاسيه، في سرمه، شوفوا بقى، شوفوا الجمال ده بقى. بصوا شايفين جمال الليسي؟ في كروشيه اللي يعرف. شنطه هاند ميد داخله هي فيه. ده بكام دي بقى؟ 50. الله، فيها جلد مع كمان ايه؟ كروشيه. ما شاء الله على تحفه. طبعا غير الرسم كمان، وغير اعاده تدوير اي حاجه موجوده عندك في البيت، يعني تقدر حتى الام تقدر تساعد ولادها. وشال ده كوفيه ولا شال؟ كوفيه. بكام برضو؟ ده كروشيه صح؟ بس حاجه بسيطه انا عاملاه، يعني اجر رمزي جميل. ده لوحده بس كده انا عاملاه ب 50 جنيه. والجوانتي؟ دلوقتي ب 35 عشان الجو الحلو. والجوانتي بكام؟ يعني حاجات بسيطه وعشان يقفها رجلي. الجوانتي ده بكام؟ مصنع انت ده فردته فين؟ ده بكام؟ ممكن يقدر يعمل مشروع من الحاجات دي الجميله دي طبعا. وده كمان حاجات. لو ست على قدها او شباب لسه بادئ، ممكن المشروع يبدا منه ب 50 جنيه. دي ايه برانتو؟ ابدا انت تشتغل بس، وقول انت يعني اعرض، وان شاء الله ربنا هيبعت لك. يعني انت لما تشتغل وتصنع حاجات بايدك كده، حاجات جميله تحفه. يعني لو شاب ولو طفل، يعني هم لسه بدل ما يقعدوا على الانترنت وشغالين، لا ينتج حاجات من دي، يطلعها هدية، يستاهل يبيعها، يزيدها. وحاجات والمنتجات بتاعتها يعني ينتج الحاجات اللي معمولة ديت كلها، ده حاجات بسيطة لكن هاند ميد برضه جميلة. ممكن انت تعمل حاجات احسن مني بكتير، انا بدي بس الفكرة. ودي ايه؟ بيعمل بناطيل
يعني بيعمل بلاطين، ممكن تقدر تصنع بقى وتعمل تفتحي مصنع صغير على ايدك، يعني يكون حتى لو في بيتك وهتبداي تشتغل سواء بنت او سيده تقدر تقف على رجليها. ده هي ما شاء الله حاجات تحفه، لازم تكون منتجين. يبقى المصري حتى وعن اعاده التراث بقى، انا شغلي كله على اعاده التراث ما شاء الله. بصي يعني حاجتك أكتر جميلة. حاجة عندي دلوقتي يهمني إعادة التراث بشكل جديد ويكون مسموع على العالم كله، يعني إنتاج مصري، مش هيبقى عايزين إنتاج بقى الصين اليابان الكلام ده كله، لا. ما هو أحلى حاجة إن تبقى عشان في نسبة مصرية. جميلة. بس بصراحة يعني حاجتك كلها ما شاء الله عليكي. نتعرف بيكي تاني، ولو هتسيبي رقم التليفون برضو لحد يتواصل معاكي اللي يحب يشتري حاجاتك. على فكره يا جماعه احنا قاعدين هنا لغايه يوم الجمعه ان شاء الله في نادي الجزيره في معرض تبع حقوق المراه ست الستات. كمان الجديد كمان عندي، انا اصلا مش جديد كمان، هو انا من زمان ان بعمل زيتون وليه ليا زباين كمان من هم بيدوقوا الحاجه. انا مش عايزه اني اقول لك انا بصنع، لا انا عايزه تعالى ادوق وخد اللي انت عايزه وبعد كده احكم، ده اللي انا بقصده. وبعدين انا بعمل مربات مش موجوده كتير، مش متداوله، حاجات طبيعيه وجميله وفاني حاجه بيتي. مربات الكبد زي التوت، واللي بعمل مربه اللارينج اللي عنده انيميا، وبرده مربه الانيميا اسفل الانيميا اللي هو البنجر، بعمله مربى عشان خاطر يقدر ترفع نسبه الهيموجلوبين تبقى عاليه كويسه، يعني تبقى معقوله. وكمان بعمل مربى اللارنج ده لاصحاب الضغط العالي، حلوه جدا جدا. بعمل غير حاجات كتيره جدا انا بحاول انا اوجدها في السوق علشان هي مش موجوده كتير. لو راح اي محل مفيش مربى اللارنج، يبقى الناس كلها زي أو حضرتك كده بيعملها وعندهم ضمير زيك كده في حاجاتك. بصراحه يعني انا ما شاء الله في انا تجربه انا اشتغلت عليها والحمد لله نجحت، بتمنى من ربنا انها بقى يعني تتعرف عند الناس كلها يعني، ويعرفوا ان ده حاجه حلوه يعني. يا يعني رب. انت مش تدور على الحاجه اللي فيها سكر، لا دور على صحتك. طب الرقم بتاعك برضو اللي يحب يتكلم 010 65 77 95 84 94. يا جماعه ده رقمها اللي يحب يتواصل معاها، هي بتعمل حاجات كتير ومنتجات كتير زي ما انت شفت الشغل بتاعها. دليل دليل عليه. الاول والاخر انا مدربه يعني عشان الصناعه اللي الطلب، يعني انا بعمل بالطلب، يعني انت دقت الاول خلاص، يعني ليا زبوني خلاص هو فاهم وعارف الحاجه اللي بتوصل لصحتك دي مهمه عندي. لكن انا في الاول والاخر انا بدرب البنات الشباب، البنات والشباب وخصوصا الشباب، انا بديله اتجاه تاني خالص. انت ممكن ازاي اعلمك ازاي تدهن حيطان، انت تقدر تفتح لنفسك مشروع انت لوحدك، تقدر يعني ازاي حضرتك ثروه قوميه حقيقي بجد. يعني كوكتيل مجمع فيه حاجات كتير وتعليم ومهاره وتدريب وكل حاجه. انا بشكرك جدا، ده لله الحمد من فضل بشكرك ربنا جدا الحمد جدا جدا يعني يا رب. يا رب انتفع بيه وانفع بيه غير ده ان شاء الله، يعني ان شاء الله يعني ان انا انتفع بيه وانفع بيه غير ان شاء الله. اللهم امين يا رب. بشكرك جدا، بشكرك جدا يا حبيبي، ميرسي خالص. زي ما عودتكم برضو حاجات جميلة لفتت نظري ان ناس كتير بيوقفوا عليها هنا زي ما انتم شايفين، بيجامات وكل حاجة موجودة هنا ومتوفرة عندهم، حاجات ما شاء الله عليهم بصراحة، ويعني النادي كله يعتبر عندهم. نتعرف بحضرتك مدام روضة. مدام روضة دي بقى ملايات. دي ملايات، ملايات عادية، ملايات كريدين. دي مصرية قطن. اسعارها بقى الكبيرة 150 بتعمل 150 جنيه، والاطفال الاثنين الطقم ست قطع بتعمل 160 جنيه. جميلة جدا ما شاء الله ما شاء الله، حاجات تحفة. وده دي تربونات اللي انا بتدربها، لان انا اصلا بدرب تفصيل. حضرتك بتدربي تفصيل؟ انا بدرب تفصيل
وبنراعي اسر تبعنا، بندربهم تفصيل وبنجيب لهم مكان وحاجات كده. فانا لما بدربه لازم بديله مكان عشان افتح له. يعني حضرتك يعني انت حضرتك بتدربي وبتعطي مكان للناس اللي انت عايزه تدربيهم؟ انا بدرب لهم اللي محتاجين، يعني اللي عندهم مثلا ظروف، مطلقه، ارمله، عندها اولاد. حضرتك اصلا عندك مصنع؟ انا عندي عندنا مشغل. عندكم مشغل؟ اي واحده مطلقه، ارمله عندها ظروف، بتيجي بعمل لها بحث بشوف دخلها ايه. فحضرتك لا طب انا في واحده فعلا يعني لو حد كلمني او حاجه جالي عن طريق القناه ممكن تساعديها؟ أنا لو مطلقه، ارمله عندها ظروف، انا يعني ايه ليه زي بيقولوا كده حفظ ماء الوجه. بدل ما تمد ايدها انا بدربها على اللي هي عايزاه. ده دي حاجه جميله جدا يعني. انا بدربها هي بتفهم في ايه، مش شرط بس الخياطه او الحاجات دي. عموما اي واحده ظروفها مش كويسه هتلجأ لحضرتك، فيا ريت حضرتك يعني تقولي الاسم، يا اما بدربها ورقم التليفون، يا اما بدربها يا اما بفتح لها حاجه بتبقى زي قرض حسن كده، حاجه بسيطه بترده زي ما هو على مهلها. في كارت للمصنع او حاجه عشان بترده على مهلها، بتعمل اللي هي عايزاه وبتابعها. من ضمنهم بقى اللي توك البندانات الاكاليك دي، طبعا حاجات جميله جدا اللي انا دربتها. حاجات ما شاء الله ما شاء الله. يعني دي اهي التواف دي، دي حضرتك اللي عاملاها؟ لا، الناس اللي انا مدرباها اللي هم اللي خدوا مكان. فده كمشروع من المشاريع بتاعتهم ما شاء الله. حاجات حلوه، دي حاجات من المشاريع بتاعتهم اللي احنا تربونات وتربونه اهي. اهي تربونات، يعني ده لسيدات فاضلات من مطلقات مثلا من كل وبرضه ما عادتش في بيتها، يعني حاولت تشتغل بقدر الامكان وده انتاجها. فده حاجه فخر طبعا لكل ست، طالما هي اتقنت شيء فانا بساعدها عليه. فده حاجه شكرا يعني جزيلا لحضرتك طبعا يعني انت بتساعد اي واحده تتقنها. بساعدها هي عايزه ايه، فانا بساعدها ان هي تفتح مشروعها. حفظ مال وجه، ما تمدش ايدان، المساعدات بتاعت الجمعيات بتبقى حاجات بسيطه، فاحنا بنساعد في حاجه زي كده. جزاك الله كل خير، ويا ريت حضرتك تسيبي كارت يعني او حاجه ننزله لكل واحده حضرتك بتشاهد حضرتك على قناه جي جي ستايل. انها تشوف وتشوف ان يعني دول ناس قدوه، ما استسلمتش لامرها ولا للطلاق ولا كل الحاجات دي. دي شغل ناس، شغل احنا دربناهم ما شاء الله على حضرتك. يعني يا ريت الكارت بتاع حضرتك علشان برضو ينزل لاي واحده محتاجه مساعده، وحضرتك تعلميها، دي حاجه احلى من اي حاجه طبعا. انا بدرب مجاني يعني، اي حد انا بدربه انا معاملها لوجه الله، انا بدرب مجاني. بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا، ميرسي خالص لحضرتك، بشكرك جدا، بشكرك جدا. برضو حاجه من ضمن الحاجات اللي لفتت نظري، شاب واقف بصراحة، يعني هم عندهم محل كل ستات في النادي ما شاء الله ما فيش واحدة ما وقفتش عنه، زي ما انتم شايفين بيجامات تحفة وأسعار تجنن. نتعرف بحضرتك. السلام عليكم، معاك أحمد فتحي، محل AMDN الملابس الداخلية والهدوم. مكان المحل حضرتك، وريني الكارت. الكارت هو فين مع حضرتك؟ المحل في شارع عصارة السعادة، أمامه جامعة المنصورة في شارع الترعة. هتخش حضرتك الشارع، المحل في الوش على طول، هتحس إن هو سدد الشارع. عندنا أسعارنا الحمد لله بنعمل حرق أسعار، بنبتدي أسعارنا من أول 40 جنيه لغاية إلى ما شاء الله زي ما حضرتك عايز. زي ما أنتم شايفين، أنا عايزين بقى البيجامة لو سمحت. تمام، ثانية واحدة. يعني الحاجة اللي هيجوا يلاقوها عند حضرتك. في حاجة زي ديت البيجامة دي عاملة 180 جنيه. تمام، في فرق. ثانية واحدة. ما شاء الله تحفة، بكام؟ دي عاملة 180 جنيه. خامتها بقى بصوا من جوه ازاي، يعني بتدفي بتدفي ما شاء الله. مبطنة، حاجة تحفة. البنطلون بتاعها الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بنطلون شوفوا كل خامته، شايفين الخامه ده تحفه. البيجامات زي ديت القطنيات
بقول لكم كل واحده في النادي مفيش ست ما وقفتش عنده بصراحه، حاجته تحفه. بكم سعر البيجامه ده؟ سعر البيجامه ديت عامله 200 جنيه وفيهم قطن مبطن من جوه. ما شاء الله ما شاء الله تحفه. بصوا شوفوا من جوه البنطلون تحفه برضو ما شاء الله. ده برضو الفراش على الرجل وعلى المحل في شارع الترعه يا جماعه، انا كتبت لكم مكانه. والسلوبيت ارخص سعر سلوبيت بكام؟ السلوبيت ده السلوبيت عامل 160 الفرد. الله خامه يا جماعه تحفه تحفه والله العظيم. بصوا كل حاجته مبطنه وجميله ما شاء الله ما شاء الله. ستايل تاني برضو من البيجامه الفقر. وفي المحل ان شاء الله لو رحتوا له من طرف جيجي ستايل القناه بتاعتي باذن الله يعمل لكم خصومات. وفي واجب برضو هنعمله لاي حد هيجي من طرف القناه ان شاء الله، هننزل لحضرتك برضو لينك الصفحه بتاعتنا. يا ريت على على الفيديو باذن الله ان شاء الله. وهنتظر حضرتكم تشرفونا ان شاء الله ان شاء الله في شارع الترعه بالمنصوره. وانا اوريتكم كارت معلش هوريهولكم تاني برضو اللي عايز يروح المحل عند حضرتك. اسعار جميله يا جماعه جدا. رقم برضو رقم المحل تقدروا تتابعونا على الواتس ونبعت لحضراتكم لينك الصفحه وهننزله برضو ان شاء الله على الفيديو بتاع المحل ان شاء الله. ونشكر حضرتك شكرا جزيلا. ميرسي خالص لحضرتك. شكرا.